تاني بميت يوم إصلاح خرقت أنا وداني، ما شفتش جديد في عهدك وبوظت أنا وداني. عراي الحكمة اللي بتقول شالوا وعرضوا، جابوا شاهين وما زلنا شايلين الطير. يا دكتور مرسي، إلى أين البلد هترسي من بعد جلوسك على الكرسي؟ ده أنت الآن أصبحت بقيت بتنسي، والشعب كله بيقول لك امشي وانت مش عاوز تمشي، وانا مش عايزك تمشي. بس الايام السودة اللي احنا عايشينها في عهدك قول لي ازاي نعرف نمشي. النهارده كل مسؤول في الدولة بقول لي قدام التلفزيونات والكاميرات لك مكتبي مفتوح، تروح للمسؤول سنتين وانا حايل فيك عشان اخش له. الغلاء العيش والعيشة والايام السوداء اللي احنا عايشينها، الكرامه الانسانيه العداله الاجتماعيه فين؟ الغلاء من كهرباء لميه لنور لليل. طب قول لي عليك بالله، ايه احنا نعمل ايه؟ ايه اللي بايدينا نعمله؟